والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إذا كان الصوم المقدس ومن اسمه باين إن هو أقدس أيام السنة، فأسبوع الآلام يعتبر أقدس أقداس هذا الصوم، يعتبر زي قدس الأقداس بالضبط في خيمة الاجتماع. أسبوع الآلام بيكون أكتر أسبوع وأكتر أيام في روحانية، عشان كده الكنيسة بتشغل الوقت كله بصلوات ابتداء من حد الزعف لغاية سبت النور. بنلاقي الكنيسة كلها مشغولة بصلوات وطلبات بتحقق الآية بتاعت يقيل النبي: قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. فنلاقي إن الكنيسة بعد طقس يوم أحد السعف أو أحد الشعانين، لما دخل ربنا يسوع المسيح أورشليم في وسط الهتاف بتاع الشعب، ده كان يوم تاريخي شهدت بيه اليهودية بتحقيق النبوات اللي كانت بتقول: هو ذا يأتي ملك وديع ومتواضع ومنتصر، راكب على أتان وعلى جحش ابن أتان. فبالتأكيد المسيح هيعيش مرحلة نصرة ويملك وينتهي الفساد على الأرض والملك يكون في حكم اليهود. لكن المسيح قلب كل الموازين دهيا وكل توقعات اليهود، وبكى على أورشليم وتنبأ عليها بالخراب، وحزن على مملكته لأنها ما بقتش زي ما هو عايزها، لقاها مليانة زيف ورياء، فيقرر انه يتحول عنها ويخرج من أورشليم. فتبتدي الكنيسة تلبس الاسود وتعلق شرات الحداد، لان السيد المسيح بيستعد انه ينتصر وياخد مملكته الحقيقية، مملكته الروحية. طيب، سؤال صغير ممكن يسأله الشعب: بتحزني ليه يا كنيسة؟ ده المسيح هيعمل عمل فداء هيخلصنا بيه. ترد الكنيسة وتقول: لا، أنا مجروحة لجراح حبيبي اللي هتحصل له، ومش ممكن تكون ليا نغمة فرح أو تهليل، لكن أنا هشارك حبيبي آلامه وحركز عيني على كل حدث علشان أديله المجد والقوة. عشان كده تبدأ الكنيسة طوال الأسبوع تردد هذا اللحن العظيم: ثوك تيتي جوم، نمبي أؤو، نمبي سمو، نمبي أماهي شائني، وترجمتها: لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين.
اختارت الكنيسة لأسبوع الآلام قراءات معينة من العهدين القديم والجديد. القراءات دي هي اختارتها الكنيسة بعناية فائقة بإرشاد الروح القدس. القراءات دي كلها مشاعر وأحاسيس مؤثرة للغاية توضح علاقة الله بالبشر. مش بس كده، دي كمان اختارت لهذا الأسبوع مجموعة من الألحان العميقة المعبرة عن الحدث اللي بتمر بيه الكنيسة، زي اللحن اللي سمعتوه في أول البرنامج، وأيضا مجموعة قوية ومعبرة من التأملات والتفاسير والعظات الروحية لعمالقة أباء الكنيسة مثل القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس ساويروس الأنطاكي. الكنيسة حطتها بإرشاد الروح القدس للتأمل وشرح هذه القراءات لكل الشعب الحاضر علشان يكونوا فاهمين القراءات دهيا، لأنها تخاف أن ينطبق على الشعب قول هوشع النبي في سفره: هلك شعبي من عدم المعرفة. من المعروف طبعا أن الناس كانوا بيتفرغوا للعبادة طول هذا الأسبوع، وكانوا بيعيشوا خلال الأسبوع ده هو في نسك شديد، فكان بعض الناس يصوم الأسبوع كله طي، ما يحطوش حاجة في معدتهم أبدا، أو يصوموه 3 أيام طي وبعدين يأكلوا أكلة واحدة، بعدين يقعدوا 3 أيام الباقية من غير ما يحطوا حاجة في معدتهم. وكتير من المؤمنين ما كانوش بيأكلوا حاجة من يوم الخميس مساء وخميس العهد حتى قداس العيد، وكان غالبيتهم بيأكلوا خبز وملح بس، واللي ما يقدرش كان يكتفي بالخبز والدقة. طب والضعفاء منهم؟ كان الضعفاء منهم كان أبسط حاجة ما كانوش يأكلوا حاجة حلوة، حاجة مسكرة زي الحلوى والمربى والعسل، لأنه ما كانش يليق بيهم إن يأكلوا حاجة حلوة وهم بيتذكروا آلام الرب لأجلهم. طيب بالنسبة لصلوات الإجبية، ما فيش صلوات إجبية أثناء أسبوع الآلام، وبيستعاد عنها بتسبيحة البصخة، ويستعاد عن المزامير بثوب تيتي جون. طب ليه الكنيسة ما بتستخدمش الصلوات والسواعي بتاعت الإجبية؟ علشان إحنا عايزين نتفرغ لأحداث آلام السيد المسيح فقط. فاحنا لو بصينا على صلاة باكر لقيها بتتكلم عن ميلاد السيد المسيح، وصلاة نص الليل بنتذكر فيها مجيئه الثاني، صلاة الساعة الثالثة بنتذكر فيها حلول الروح القدس، واحنا عايزين الأسبوع ده بس نركز فيه على آلام السيد المسيح. حتى الصلاة بتاعت الساعة السادسة اللي بتذكر فيه صلبه، وصلاة الساعة التاسعة اللي بتذكر فيه موته، بنأجلها ليوم الجمعة العظيمة، لأن احنا عايزين نمشي مع المسيح خطوة خطوة وحدث حدث في آلامه المقدس. الأسبوع ده هو بيطلق عليه اسم أسبوع الآلام، أو الأسبوع المقدس، أو أسبوع البصخة. وكلمة بصخة هي كلمة معربة من اللغة العبرية ومعناها فصح أو عبور، والفصح بيرمز للسيد المسيح الذي ذبح لأجل خلاص البشرية كلها، وبرضو ليها معنى تاني تذكار لحادثة عبور الملاك المهلك اللي جه ذكرها في العهد القديم في سفر الخروج. الأسبوع ده ليه قصيته مش بس عندنا ولكن عند كل الطوائف. كل المصلين بيجتمعوا في الكنيسة مرة الصبح ومرة بالليل، ده كان بيحصل زمان. طب والأيام دي هيا
مع اختلاف مواعيد العمل ومع اختلاف الارتباطات، الكنيسة عشان ما تحرمش بعض الشعب من الاشتراك في صلوات البصخة وأخذ بركتها ومعايشة الأحداث على قدر الإمكان، ابتدت تعمل مواعيد إضافية على البصخات اللي موجودة. فمثلا علشان يقدر الموظفين إن هم يحضروا البصخة، عملت بصخة من الساعة 6 أو الساعة 7 الصبح، وبالليل علشان الناس اللي بتخلص أشغالها متأخرة أو الطلبة اللي بترجع من الجامعة متأخرين، عملت بصخة متأخرة ممكن إنها تبدأ من الساعة 9 أو 10 بالليل. وعشان إحنا بنعيش الأحداث، ففي أسبوع الآلام الكنيسة ما بتعملش قداسات من يوم الاثنين لغاية يوم الأربعاء، لأن تأسيس سر التناول وهو محور القداس والمركز بتاعه أسسه السيد المسيح يوم خميس العهد، ولسه خميس العهد ما جاش. الناس بيكونوا أكثر حرصا وتدقيقا وجدية وأكثر تفرغا لله. طبعا التفرغ الكامل هو الوضع الأساسي، يعني كانت في الأزمنة السابقة كان الناس كلها كانت بتقعد من أشغالها علشان تتفرغ للصلاة، لكن إذا ما توفرش بيتفرغ الإنسان على قدر إمكانه ويعطي الوقت من أعوازه علشان يقدر ان هو يواكب ويمشي مع احداث اسبوع الالام. الكنيسه بتركز كل فكرها في الاحداث اللي مر بيها ربنا يسوع المسيح قبل الصليب، وكانت كرازه ربنا يسوع المسيح في الفتره دي هي كتيره ومتعدده جدا ومؤلمه. فبنعمه ربنا هنكمل في الأجزاء التانية من حلقات أسبوع الآلام كل الأحداث اللي مر بيها ربنا يسوع المسيح الذي له كل مجد دائم إلى الأبد. آمين.